الله وبركاته. كيف الحال؟ إن شاء الله مناح. تحياتي لكم وألف ألف مبروك لكل أعضاء والأشخاص اللي حصلوا على الكود. إن شاء الله أقبال العملي، ويلي حصلوا على الكود وحصلوا على العملي وحصلوا على شهادتهم ألف ألف مبروك. يعني بعض الأعضاء تحياتي لهم. أنا في الحقيقة ما بعرف، ما أتذكر بالضبط التواصلي معاهم، أسماءهم بنسى كتير لأنه أكتر ما بعرف 200-300 شخص، فما ما عم بنسى، فأعتذر يعني عم بس أعلق ألف مبروك إن شاء الله عقبال العملي، وهذا واجبي. ألف ألف مبروك، وإن شاء الله موعدي معكم غدا إن شاء الله فيديو عن شرح اللافتات، وراح أحاول أبدأ معكم شرح أو الدروس العملي إن شاء الله بإذن الله تعالى. المشكلة هو ما في عندي أشخاص ثانيين يساعدوني في التصوير، ولكن بقدر ما استطاع راح أبدأ معكم شرح العملي، دروس العملي، نصائح العملي، وأهم نقاط أساسية ورئيسية في الامتحان العملي. والسبيكتور الشخصي اللي بده يقعد هون أخطر شخص هون، هون المعاملة معاه بتكون حساسة كتير. طريقة الدخول والخروج إلى السيارة، هاي المسائل لازم تعرفوا، كيف بتنزل من السيارة، كيف بتطلع. فإن شاء الله غدا رح حاول أول فيديو عملي، ورح نزل فيديو عن أشخاص اللي عم يحاولوا يقدموا، عفوا اللي قدموا من قبل تغيير شهادتهم من سوريا إلى الفرنسية، وتأخرت الإجابة وعم يستنوا. وبتعرفوا القانون أكثر من سنة ممنوع سوق على السيرتيفيكا أو الشهادة المؤقتة اللي عطوك إياها. فغدا إن شاء الله رح نزل فيديو بخصوص أول فيديو العملي، وفيديو بخصوص الأشخاص اللي نزلوا أشخاص اللي قدموا تجديد الشهادة من السورية للفرنسية، تغيير عفوا. وفيديو الجزء الثاني عن لي بانو دو انديكاسيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.